Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Idan atamanna an takunu bi alfi khayr antum wa kullu man tu'izzun. Idan soyez la bienvenue dans notre chaîne Alwah Sigma. Idan marhaban bikum fi qanat Alwah Sigma. Idan je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques, deuxième année. Idan ana jid farih وزيد مسرور لكي أتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن nous sommes arrivés à donc nous sommes arrivés à l'exercice numéro 17 dans la page 28. On a des opérations sur le nombre rationnel. On a عمليات على الأعداد الجذرية. On va lire l'énoncé de l'exercice. غادي نقراو المعطيات ديال التمرين. أحمد dispose d'argent de poche. قالك أحمد عنده يمتلك نقود جيب. Il dépense les deux tiers pour acheter des livres. يعني صرف أو أنفق الثلثين من ديك النقود تاع الجيب لشراء الكتب. Et le un quart pour l'achat d'un jeu vidéo. وباش يشري واحد جو فيديو نفق الربع ديال داك الأرجون دو بوش. Quelle fraction de cette somme représente l'ensemble des dépenses? Galik, ماذا تمثل يعني الكسر أو النسبة ديال النقود التي أنفقها؟ إذا بغيت نكتب غادي نعاودو نديرو إجابة بهذه الطريقة ركزوا معايا مزيان. On va écrire l'exercice 17 dans la page 28 وتكتبوا أحمد dispose d'argent de poche. Elle dépense les deux tiers يعني أنفق الثلثين جوج على ثلاثة pour acheter les livres. Et le 1 quart, ماشي لي 1 quart, le 1 quart sur l'achat d'un jeu de vidéo. يعني باش يشري واحد الجو دو فيديو لعب فيديو. ثم بغيت تكتب لونسومبل السؤال الأول الإجابة ديالو. لونسومبل دي ديبونس لونسومبل دي ديبونس نزيد هنا إس إس لأن لونسومبل دي ديبونس روبريزونت لا فراكسيون يعني المجموع ديال دوك الكسرين جوج على ثلاثة واحد على أربعة دو سيغ تخوا بلوس أن كار و تنوحدو لهم المقام لأن المقام الموحد ديالهم هو 12. إذا تنضربو هذا تنضربوه في أربعة و هذا تنضربوه في ثلاثة. إذا صافي دو ملتيبلي باغ كار سيغ تخوا ملتيبلي باغ كار بلوس أن ملتيبلي باغ تخوا سيغ كار فوا تخوا و تتعطينا هنا ثمانية على 12 زائد ثلاثة على 12 هي 11 على 12. قالك السؤال الثاني يقول Quelle fraction de ces sommes représente ce qui lui reste? La fraction de, qui lui reste est. La fraction qui lui reste est 12 sur 12, يعني اللي نقسمنا على 12 غادي يكون 12 من 12 12 جزء من 12 ناقص 11 على 12 تعطينا 1 sur 12. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين 17. Maintenant on va passer l'exercice 18. 18 تيقول لك dans une classe ركزوا مزيان معنا وهنا داير واحد الخطأ غادي نفهمكم علاش كاين واحد الخطأ. هاد 15 خاصها تكون 16 غادي نقول نبين لكم علاش. Dans une classe de 15 garçons et 10 filles. قالك واحد القسم فيه 15 تلميذ و 10 تلميذات. لي 3 كار دي غارسون اي لي 3/5 دي في اون اوبتوني لا مويان او كونترول دو ماتيماتيك. قالك 3 الارباع ديال الاطفال و 3 الاخماس ديال الفتيات حصلوا على المعدل في الرياضيات. Quelle est la fraction de la classe qui n'a pas obtenu la moyenne? Galik maïa, nisba ديال الاطفال الذين لم يحصلوا على ما قالكش العدد ديالهم ولكن قالوا لا فراكسيون يعني النسبه ديال الاطفال الذين لم يحصلوا على المعدل. غادي حنا نديروا بواحد الطريقه غادي نعاودوا التمرين. تلاحظوا بان هنا درنا دونز اون كلاس ليكزيرسيس 18 دون لا باج 28 دونز اون كلاس بغيت تكتب انت هنا 16 غارسون عندنا 16 طفل ماشي 15 لان هاد 3 على 4 ما تتقسمش كون كانت 15 ما غاديش نقدروا نقسموها على 4. اذا خاصها تكون 16 طفل 16 غارسون بلس 10 في لي 3 كار دي غارسون او اوبسيوني لا مويان او كونترول. قالك يعني 3 الارباع ديال الاطفال ولا الذكور حصلوا على المعدل او كونترول سيتادير 3 سور 4 ملتيبلي بار 16 ايتيغال 12 غارسون. اذا 12 طفل من 16 هما اللي حصلوا على المعدل.
كون كانت 15 ما يمكنش نقسمو 15 على 4، داكشي علاش حولنا ديك 15 ل 16. اذا وكذلك بنا نكتبو ثاني، اذا عرفنا 12 للطفل حصل 12 للتلميذ حصل على المعدل، ونشوفو الفتيات لي 3 5يام ديال في اون اوبتوني لا موين، هي 3 الاخماس ديال البنات وحصلوا على المعدل في الكونترول، سيتادير 3 سور 5 فوا 10 لان العدد ديال البنات 10، اذا ضربنا 3 على 5 في 10 بتعطينا 6 ديال البنات سيفي. اذا لونسومب دي زيلاف بغينا نزيدو باش نجاوبو على التمرين، بغينا نكتبو لونسومب دي زيلاف كي اون اوبتوني لا موين، اي يعني مجموع الاطفال الذين حصلوا على المعدل سواء كانوا ذكور ولا اناث هي 12 ديال الدراري زائد 6 هي المجموع هي 18. وشحال كان عندنا في القسم؟ كانت عندنا لي زيليف كانوا با لا موين، يعني كانت عندنا في القسم كان عندنا دون لا كلاس اون 16 غارسون اي دي في، عندنا 10 16 الولد و 10 البنات. اذا الاطفال اللي ما حصلوش على المعدل لي زيليف كانوا با لا موين هي هذيك المجموع ديال الاطفال ناقص دوك اللي حصلوا على المعدل، واللي حصلوا على المعدل هي 12 زائد 6. اذا تنديروا 16 بلس 10 صافي 26 موان 18 تعطينا 8. اذا 8 غارسون اون با non pas la moyenne, non pas obtenu la moyenne, parce que c'est la fraction de la classe, la fraction de la classe ou la des élèves de la classe qui n'ont pas obtenu la moyenne est 8 sur 26. Alors je commence à la 26, là on a le nombre d'enfants dans le classe est 26. Et donc on a choisi le juge, là on a dit qu'on devait le classe à la juge, on a dit qu'on devait le classe à la juge. Et donc on a choisi 4 sur 13. Et donc 4 من 13 هما اللي ما حصلوش على المعدل. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين 18، ننتقل الى التمرين 19. اذا اون باس ليكزارسيس 19. دونك دون ليكزارسيس 19 اون ا دي بروبليم او يعني مسائل مفتوحه يعني تمارين مفتوحه. فاطمه ا مونجي ان سيزيام، امينه ا مونجي 5 سور 18، اي خديجه ا مونجي 2 سور 9 دو ميم غاطو، يعني ديال نفس سميتو كل وحده كانت واحد الجزء واحد النسبه من واحد الكعكه. كيل لا بار دو غاتو مانجي بار امينه اي فاطمه، لاحظوا قال لك امينه اي فاطمه، انت فاطمه هي الاولى ان سيزيام وامينه الى مانجي 5 8يام، ان سيزيام بلس ان اذا كتبوا لا بار دو غاتو بتكتبوا نتوما، نعاودوا نكتبوا التمرين ليكزارسيس 19. فاطمه ا مانجي ان سيزيام دو غاتو، امينه ا مانجي 5 10 سور 18 دو غاتو، خديجه الى مانجي 2 سور 9 دو غاتو، جوج من 9. إذا لا بار دو غاتو مونجي بار أمينة إي فاطمة، بتكتبو الجزء من الكعكة، لا بار دو غاتو مونجي بار أمينة إي فاطمة إي أن سيزيام بلوس 5 سور 18. وتنوحدو ليهم المقام اللي غادي فيها 6 وهادي فيها 18، غادي نوحدو ليهم المقام بتعطينا هادي تنضربوها في 3 وهادي تنضربوها في 3 بتعطينا 1 فوا 3 سور 6 فوا 3 بلوس 5 سور 18، بتعطينا الكل على 18 لانهم عندهم ولات عندهم 18. 3 بلس 5 سور 18 صافي 8 سور 18 هي 4 سور 9. اذا لا بار ديال لو غاتو اللي مونجي بار فاطمه اي امينه اي 4 سور 9. بننتقلوا الى السؤال الثاني، قال لك لا بار دو غاتو كي ريست، شنو هو الجزء اللي بقى؟ هو انتيغ. علاش؟ لان تنديرو 1 تتا ريبريزونتي لينا 18 من 18. غادي نشوفوا علاش درنا، نشوفوا بعدا شحال تكال، شحال كانت امينه اي فاطمه اي خديجه. 1 سيزيام بلس 5 سور 18 بلس 2 سور 9، هذا هو الاجزاء اللي كانوا بثلاثه. اذا تنوحدوا ليهم المقام تتعطينا 18، هذه تنضربوها في 3 تتعطينا 3، هذه تتبقى لنا فيها 18 5 بلس عفوا بلس ماشي موان حيت كاين الجمع بلس بلس 2 فوا 2. اذا هنا 3 بلس 5 بلس 4 صافي 12، هي هذيك صحيحة. إذا المجموع ديالهم 3 بلس 5 بلس 4 صافي 12. إذا تنديرو نفترضو مثلا الجزء سميتو الكعكة قسمنا على 18 تتعطينا 18 على 18، إذا ها هي 18 على 18، وتكلت منها 12 من 18 بتبقى لنا 6 من 18. إذا لا باغ دو غاتو مونجي باغ سميتو هي 12 من 18، إذا لا بار كي غيست هي أنتيغ، وهداك الشي علاش كتبنا هنا أنتيغ وأثرناها. وننتقل إلى التمرين 20، أون باس مانتون ليكزارسيس 20. غتلاحظو عندنا واحد الطابلو هنا وفيه طابل ملتيبليكاسيون، قالي كومبليتي لو طابلو سويفون، ونركزو مزيان. مثلا من هنا الإنتقال من 8 في هاد الصف لهاد الصف، كيفاش إنتقلنا؟
ومن هذا الصف لهذا الصف كيفاش انتقلنا. اذا غادي نديرو حنا جدول ضرب تنعرفوه مزيان. اذا نديرو هكا تكتبوا نتوما جو كومبليت لو طابلو، عندنا 2 3 4 5 6 حتى 9، وعندنا 8 12 18. اذا هنا 8 فوا 2 صافي 16، عندنا 16 8 و 3 24. اذا غادي تلقاو جدول الضرب تاع 8 كلكم عرفتوه. ثم جدول الضرب تاع 12 كذلك تنديروا مضاعفات ديال 12 تنبقاو تزيدوا ب 12 ب 12. 12 فوا 2 صافي 24، 12 فوا 3 صافي 36، وهكا حتى لحقوا 108. وبغينا ننتقلوا لهذا اللي مهم بزاف تركزوا عليه، عاد دائما خدموا عقلكم شويه. تلاحظوا مثلا هنا درنا 18 فوا 2 يعني 8 18. هنا حيت كاين جدول هنا غادي نديروا عمليه الضرب من سيناء. اذا هنا 18 في 2 هي 36. اذا كيفاش انتقلنا من 8 في 2 اللي كانت 16 ل 36 زدناها 20. اذا اي رقم ضربنا 10 ضربناها في 20، 18 هي 10 في 20 زائد هذاك الشيء اللي لقيناه في الصف. كذلك هنا نفس الشيء 18 في 3 هي 10 في 30، تزيد هذاك الشيء اللي لقيناه في الصف. اذا 10 في 3 هي 30، وبين زيدناها 24 تعطينا 54، وهكذا حتى تكملوا الصف تلقاو 72 90. 18 في 5 هي تنعرفوا 10 في 5 50، وعندنا 40 هي 90، وهكذا تتكملوا العمليات كلهم تتوصلوا هنا 10 في 9 هي 90، وعندنا هنا 72 هي 162. اذا بغينا ننتقلوا للعمليات اللي عطاونا. قال لك جو كالكول، قال لك كالكول بغيت تكتب انت جو كالكول، تتكتب ا تساوي 3 سور 8 بلس 7 سور 12. اذا علاش عطاونا هذا الشيء؟ باش نوحدوا المقام وتنشوفوا اصغر مقام موحد بين 8 و 18 من خلال الجدول، من 8 و 12 عفوا. هنا هو المقام اصغر مضاعف ديالهم هو 24. اذا ها هو 24 كاين هنا و 24 هنا. اذا الى بغينا ننتقلوا من 12 ل 24 تنضربوها في 2، الى بغينا ننتقلوا من 8 ل 24 تنضربوها في 3. اذا تنديروا 3 فوا 3 سور 8 فوا 3 بلس 7 فوا 2 سور 12 فوا 2. اذا تنوحدوا المقام 24 لان هو اصغر مضاعف ديالهم، وتنجمعوا 3 في 3 هي 9 زائد 14 هي 23 على 23 على 24. انتقلوا لبي، بي هنا عطاونا 12 و 18. اذا تنشوفوا نرجعوا للجدول غادي نشوفوا 12 و 18 اشنا هو اصغر مضاعف مشترك بيناتهم. 12 و 18 كاين 36 هنا و 36 هنا، اذا 36 هي مضاعف اصغر مضاعف بيناتهم. اذا غادي نديروا بيت 5 سور 12 موان 11 سور 18 تعطينا، غادي نحولها 36 نضربوها في 3، وهاد الاخرى غادي نضربوها في 2 باش تكون 36، وتنحصلوا على 5 فوا 3 هي 15 موان 11 فوا 2 هي 22. اذا 15 ناقص 22 تعطينا ناقص 7 على 36. وهكذا نكون جبنا عن السي، ننتقلوا اسميتو بي، ننتقلوا للسي. السي عطانا 3 ديال الكسور 3 فراكسيون. إذا 9 على 8 و 5 على 18 و 7 على 12. وملي تنشوفوا الجدول تنشوفوا داك الجدول فيه أصغر مضاعف مشترك بيناتهم هو 72، درنا هنا عليه الشرطة هنا وهنا وهنا. إذا أصغر مضاعف مشترك بين 8 و 12 و 18 هو 72. إذا غادي نحولوا كلهم دوك المقامات لي دينوميناتور أو أدي 72. إذا هاد 9 على 8 غادي نحولها 72، باش نحول 9 ل 8 على 8 على 72 خاصنا نضربوها في 9. إذا 8 ضربناها في 9 و 9 كذلك نضربوها في 9. هادي تاني باش نحولها ل 72 خاصنا نضربوها في 4، إذا ضربنا 5 في 4 18 في 4، وهادي معروفة بين 12 خاصنا نضربوها في 6 باش تعطينا 72. وهكذا نكونو سميتو وحدنا المقام أون غيدوي لي فراكسيون أو ميم دينوميناتور، بتعطينا على 9 في 9 81 ناقص 20 ناقص زائد حيت كاين هنا موان، وهنا زائد 42. اذا نديروا المجموع ديالهم تعطينا هذا مع هذا وتعطينا 81 زائد 42 123، ملي نقسم من 20 تعطينا 63 72، وهكذا نكون اجبنا عن السي. وننتقلوا للدي، الدي عطينا الدي شويه طويله، غادي نشوفوا كتبنا هنا 72، هنا المقام الموحد ديالهم هو 72. عندنا موان 13 سور 12 بلس 7 سور 18 موان 7 سور 18. اذا تنحولوا الكل الى 72، باش نحولوا 12 ل 72 ضربوها في 6، باش نحولوا 8 ل 72 ضربوها في 9، باش نحولوا هذه ل 72 ضربوها في 4، وتنكونوا حولنا 13 فوا 6 عطاتنا 78، ولكن ما نساوش الرمز ناقص
وهنا 7 في 9 63 و 17 في 4 هي 68 وتنديروا على الناقص ديالها تنحصلوا على موان هاد ناقص 78 زائد 63 تعطينا ناقص 15 ناقص 68 وتلقاو في الاخير ناقص 83 على 72. اذا وهكذا نكون اجبنا عن التمرين